تأدب لدى الأحباب، تأدب تأدب لديهم إن أردت وصالهم فوصلهم وصلهم يعلي ويرفع لا تخش من سوء نعم وأنت تحبهم فسيفهم للسوء يردي ويقطع كن واثقا بالله جل جلاله وصلي على المختار وارجوه يشفع فإن رسول الله أعظم شافع لدى الله مقبول شفيع مشفع النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك.